بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل الشابتر 2. شوف اليوم لكتشر 2 شوف فيه الأدجنال فاكتور كونكورنت فورس. كيف نجمع المتجهات؟ في عندنا عدة طرق، طريقة الترابوزويدال رول، هذه اللي هي طريقة متوازي الأضلاع. في عندنا البي والكيو، هذول نكملهم متوازي الأضلاع، والقطر هنا يكون هو مجموع المتجهين. أو طريقة تريانجل رولز اللي هي طريقة المثلثات. لاحظ هنا عندي البي، عند نهاية البي نوصل نجيب الكيو، نبدأ من أول نقطة بدأناها حتى آخر نقطة، هذه تعتبر هي المحصلة. بنفس الطريقة لو خلينا الكيو هنا بدالها وجبنا البي هنا، يكون المحصلة عندنا هي بي بلس كيو. عند اللو أوف كوسينت المحصلة اللي هي الآر هنا، ودنا نجيب قيمة المحصلة هذه كم مقدارها. هنا تساوي بي سكوير كيو سكوير ماينس 2 بي. ايش هي البي هذه؟ البي هي الزاوية ما بين البي والكيو اللي هي عند نهاية واحدة بداية الثانية، عند نهاية البي وبداية الكيو. اللو اوف ساين هنا بس نشتغل على الزوايا. لاحظ الاي هذه الساين اي، ايش الزاوية، ايش ولا القوة المقابلة لها هي البي مقسم لاثنين، نقول هذا يساوي ساين بي، القوة المقابلة لها اللي هي الآر، وتساوي ساين سي، القوة المقابلة لها هي الكيو. لما يكون عندي قوة ثلاث قوى أو أكثر، عندي بي والكيو والأس، بي والكيو والأس، كيف نجمعهم؟ في عندنا خيارين، يا يعني إما نجمع أولا البي والكيو يعطوني هذا المتجه، وبعدين نجمع هذا المتجه مع الأس يعطينا اللي هو محصلة الكلية. أو نجمع الكيو مع الأس وحدهم يعطيني هذا المتجه، ونجمعه مع البي ويعطينا اللي هو مجموع ثلاث متجهات. عندي كمان البوليغون رول، لما يكون عندي أكثر من ثلاث قوى، هنا بس نوصل النهاية مع البداية، النهاية تبع البي مع بداية الكيو، نهاية الكيو مع بداية الأس، ونوصل أول نقطة بآخر نقطة يعطينا المحصلة تبع الكل. الكونكورنت فورس ايش هي؟ لما يكون عندي مجموعة قوى تمر كلها من نفس النقطة، مثلا هنا عندي عند الـ A تمر منها الـ S والـ P والـ Q بنفس الطريقة، الـ P نهايتها نوصل معها الـ Q، نهاية الـ Q نوصل معها الـ S، نهاية الـ S نوصل مع أول نقطة إلى آخر نقطة، يعطينا المحصلة اللي هي الـ R. أولا هنا يقول لك إنه تأثير القوى، مجموعة القوى هذه هو نفس تأثير المحصلة تبعها أيا كان. لاحظ هنا الـ F هي محصلة الـ P والـ Q، إذن لها نفس التأثير، الـ P والـ Q محصلة الـ F لها نفس التأثير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.